أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. نحن نعرف أن للإسلام أعداء كثيرون. أي نعم. ومن بين هؤلاء الماسونية. أي نعم. فهل لشيخنا أن يحدثنا عن الماسونية بأساليبها وأفكارها ومدى تأثيرها وخطرها على إسلامنا؟ وجزاك الله شكرا. ليس لي ولا يهمني لا من قريب ولا من بعيد أن أتحدث عن الماسونية أو عن البعثية أو عن الاشتراكية أو أي جمعية سواء كانت علنية أو سرية كالماسونية، ليس لنا أن نتحدث عنها بتفصيل، لأننا نعتقد أن كل الجمعيات وكل الأحزاب السياسية ما كان منها معلنا أو ما كان سرا فكلها لا تريد للإسلام خيرا. فالماسونية هي جمعية سرية يهودية وتعمل بمكر شديد جدا، بحيث أنها في بعض الظروف استطاعت أن تضم إليها بعض الرجالات الإسلاميين لأنهم يظهرون لهم أنهم لا يتداخلون في معارضة الدين، وكما يقولون عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه، وإنما هم يتظاهرون بأنهم جمعية خيرية يعاون بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا فيما يتعلق بالحياة المادية فقط، لكنهم هم في الواقع يمكرون، ولكن كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك فكما لا يجوز للمسلم أن يكون اشتراكيا أو بعثيا أو شيوعيا، فكذلك لا يجوز له أن يكون ماسونيا، لأن الذين يقومون على كل هذه الأحزاب وعلى هذه الجمعيات ليسوا من الإسلام في شيء. وهذا الكلام يكفي المسلم، أما الدخول في التفاصيل هذا أمر تاريخي، بإمكان المسلم أن يراجع الكتب والرسائل المؤلفة لبيان مخازي والفتن التي تنتج من وراء الماسونية. وأنا لا أستبعد أن الفتنة الكبرى التي نعيشها في هذه الساعة في العالم الإسلامي كله بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصة ما هي إلا من أفاعيل اليهودية الماسونية في العالم كله.